إذن قرر المخرج التلفزيوني الصاعد محمد والي إخراج أول فيلم من نوع الأكشن والمغامرة، نعم، خاص بالأطفال من خلال اختيار عبر الكاستينج. المخرج يحاول من خلال هذا العمل الجديد الانتقال بالسينما الجزائرية لمرحلة جديدة في خطوة تعد صعبة نوعا ما، والتي تجرأ أقول محمد والي القيام بها بسبب تجربته السابقة في فيلم سينمائي من نوع الحركة. ميكروفون زيد ثابت. خصنا ناكلوا ونشربوا ونلبسوا ونقروا. كان الإقبال نتاع هذا الكاستينج نتاع الفيلم الرصاصة والطفل للمنتج محمد الوالي، المنتج راه جديد في الساحة الفنية بتلت، هذا رابع عمل تاعه. إن شاء الله نتلاقاو الطاقات اللي رانا نحوسوا عليها في باش يجزتوا لنا الأدوار المناسبة في هذا المشروع إن شاء الله. اعتمدت أنا في هذا الفيلم على القدرات الفنية، يعني جودة التمثيل، ما راش نرتكز على نجوم أو ناس معينين يعني معروفون باش نطلعوا من مستوى الفيلم. المستوى الفيلم راح يكون بالعمل المكتوب اللي هو السيناريو، وراح يكون بجودة الممثلين في الفيلم. هو فيلم أكسيون يدور حول الطفل، لكن ليس الطفل فقط، إنما هو الطفل والرصاصة. أمنية تاعي إن شاء الله هذاك ولدي يتبع في هذا، يدخل المجال تاع الفن، وإن شاء الله ينجح تاني فيها، هو تاني يحب هذا الميليو. جيت هنا اليوم باش ندخل لعالم الفن، نولي ندير في لي فيلم وكاع باش نولي ممثل. إذن اعتبرت اليومية البريطانية الانديبندنت الأمير عبد القادر الجزائري مثالا يجب أن يقتدى به. وأضاف كاتب لمقال أن الأمير عبد القادر قد أنقذ 15,000 مسيحي، مما جعله قدوة للمسلمين وإعجاب أيضا للغربيين. قراءة في المقال في هذه الورقة لزيد ثبت. نشرت اليومية البريطانية انديبندنت مقالا عن الأمير عبد القادر الجزائري، معتبرة إياه مثالا يقتدى به ويستحق الإعجاب لكونه يدعو إلى مبادئ التسامح واحترام الآخر، مؤكدة على أن الأمير عبد القادر كان مسلما صوفيا وشيخا مشبعا بالقيم الإنسانية، استطاع حماية شعبه من الوحشية الغربية كما تمكن من حماية المسيحيين. وأضاف كاتب المقال أن الأمير عبد القادر قد أنقذ 15,000 مسيحي، مما يجعله قدوة للمسلمين ومثار إعجاب للغربيين. وتابع ذات صحيفة أنه حان الوقت للعودة لقيم المحارب الجسور والإنساني والصوفي الأمير عبد القادر، الذي أصر بلده الجزائر على استرجاع رفاته من دمشق. وأضاف محرر المقال أن الأمير عبد القادر رجل العلم، كان يعشق الفلسفة ويمنع جنوده من حرق الكتب، كما أنه كان يحب دينه لكنه يؤمن كذلك بحقوق الإنسان. وفي ذات السياق ذكرت الصحيفة بالمبادئ الإنسانية للأمير عبد القادر وسماحته، وقالت أنه كان يحسن معاملة سجنائه الفرنسيين. وخلص المقال إلى التأكيد بأن الأمير عبد القادر يعتبر قدوة، وبإمكان المسلم أن يحظى بتقدير كل العالم.